السنة دي بقى سنة 96 وفي جريدة يومية وبالظبط في صيف هذا العام في 17 يونيو في عز الحر الست هدى أو عايدة عبد العزيز قالت إيه؟ قالت الست هدى تمثل رد اعتبار لي عن المسرحية لأنني قدمت الكثير للمسرح ولم آخذ حقي حتى الآن. أيوة. هل منعك أحد من الحصول على حقك؟ وحايد مش واحد وحايد كتير قوي منعوني حرب اصلي مش سهل العمل يعني يمكن يكون سهل الناس معينه لكن بالنسبه لنا احنا الصراع خطير رغم الثقافه ولا مش علاقه وحياتك انا جيت من انجلترا سنه 67 لم امثل على المسرح الا سنه 73 فأنا بقول رد اعتباري لأنه فعلا أنا تعبت جدا عشان أوصل للست هدى بدون ما أتكلم. قلت حضرتك في جريدة عربية يوم 5 ديسمبر سنة 95 اختياري لأدوار الشر لم يكن بإرادتي ولكن بناء على اختيار المخرجين. لماذا توافقين على بعض الأدوار المرفوضة بالنسبة لك؟ لان هو ده المعروض شو اقول لك يعني هو المخرج بيقول لي انا شايفك كده انا شخصيا بشوف الدور كمان يعني ممكن او في ادوار كتير انا رفضتها شر برضو بس رفضتها لانها مش مبررة يعني مجرد انه شر يعني اخيرا عرض عليا مسلسل لامرأة شريرة مش شريرة هي ما عملتش حاجة بس كل واحد يكرهها في قلب المسلسل مش من الجماهير كل واحد في الكاست او من الممثلين اللي هي قدامهم يقول لها اذهبي ايتها المرأة الشريرة انت شريرة قريت المسلسل كله في الاخر خالص لقيت ان هذه المرأة عندها طموح هي بتشتغل خادمة في احد القصور ولها ابن فهي عايزة ابنها تحمسه انه يبقى رئيس او حاكم فأنا قلت طب ده مش شر كل واحد عنده طموح الإنسان بطبعه طموح في ناس عندها عايزة تبقى ملكة عايزة تبقى وزيرة عايزة تبقى رئيسة ده طموح شخصي فده مش شر وبعدين أنت عملت الدور الشرير ده في آخر الحلقات اللي هي 25 حلقة طيب طول الوقت أنا بتشتم ليه طب برر لي قول لي ده الراجل سيدي ده او الراجل اللي انا بشتغل عنده ومراته بيشتموني ليه انا ما عملتش حاجه لو المؤلف قال ان انا اديني خيط ان انا ابقى شريره بس ما تسيبنيش كده افضل قاعده طول الوقت ابص كده فاشتتم طول المسلسل والاخر اطلع ان انا بس كل عيبي او كل غلطي ان انا طموحه وعايزه ابني ابقى انا فين شريره ده حاجة ثانيا عايزة اقول لك ان ادوار الشر دي ادوار جميلة جدا انا مش في طبعي مش سهلة طبعا يعني اولا مش سهلة انا في طبعي مش شريرة الشرير هو اللي بيأذي الناس هو اللي بيعمل حاجة ضد الناس هو اللي يبقى حقود يبقى معتدي يبقى عايز يذبح عايز يقتل عايز انا طبيعتي ما عنديش الحاجة دي دلوقتي الشر مش في الشكل ولا الشر في السلوك بالعكس ده انا ممكن يعني اقعد اقول لك ايه واعمل ايه واروح مدياك حته كوب من ورا زي ما يقول لك العسل السم في العسل دلوقتي الشر كده يقول لك ايوه حاضر نعم عينيا الاثنين واول ما تخرج قول اقطعوا راسه اذبحوه مش برفع الحواجب زي زمان لا انتهت انا بحب الادوار دي انا بحبها بس مش عايزه الناس تكرهني عشان انا بحبها يعني انا يمكن عندي في مسلسل اسمه هاله والدراويش كنت بعمل فيه دور امراه وكان اخويا يوسف شعبان كان غني قوي وانا من عيله فقيره وهو اللي بيصرف على العيله لكن طموحي مش قادره اعمل طموح من الخارج انا طموحي منتظره اخويا يموت لانه مش متجوز علشان مش انا اللي اورثه دي خسرت ولادها طب مين في الست عقله تعمل كده قعدت تدلع في ابنها وتقول له استنى خالك بكره كذا وانت اللي هتورث كل الفلوس دي لانه مالوش وريث طبعا انا عملت الدور حسب ما هو مكتوب لكن الناس زعلت
الناس بيشوفوني دايما بيحبوني مش عايزين يشتموني. انت قعدت تلم كل الكلام ده وترصد انا قلت ايه؟ انا ما قلتش. طب قول. طب قول.